حاج مرزوق معنا الحاج مرزوق كابولي. اولا الحمد لله على السلامه، ربنا يتقبل طاعتكم. الله يسلمك. تحكي لنا، طبعا انت اداري كنت الباص، تحكي لنا شو الوضع، كيف كانوا المعتمرين، هل لقيتوا الارتياح، هل لقيتوا كل شيء متوفر؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. والله يا اخي الحمد لله بفضل الله كل شيء متوفر وكل شيء مريح، ربنا يسر الامور بكل النواحي كان في مكه او في المدينه. العبادات، المناسك، كل قام فيها باكمل وجه. نعم الحمد لله، كل روح بخير وسلامه، السكن كان مريح، الباص كان مريح، كل الامور كانت مريحه ومتوفره والحمد لله رب العالمين. مكة والمدينة تشهد أعمال عمرانية كبيرة جدا، أعمال هدم وأيضا إقامة بنايات عالية، هذا الإشي بيأثر على المعتمرين؟ أكيد في ضغط شديد، يعني في باب اثنين يعني اللي بتقدر تفوت منهم، باب العمرة من الناحية الشرقية من تلا باب السلام أو باب المروة، عشان هيك كل الضغط الموجود في صحن الكعبة بالنسبة للطواف صعب جدا، ولكن الحمد لله ربنا يسر كل شيء. الوضع على المعابر كيف كان؟ ممتاز جدا للأمانة، ما كانش في أي عائق، يعني بالعكس كان ميسر جدا الحمد لله على السلامة. حياك ربنا، يبارك فيك. الله يخليك.